نرحب بكم من أكاديمية أوس التربوية ومعلمة اللغة العربية هيا المريطة. سوف نشرح اليوم إن شاء الله عن قصيدة الربيع في القرية. سوف نشرح قصيدة الربيع في القرية للشاعر فوزي العنتيل. لنتعرف على أبيات القصيدة. تناولت هذه القصيدة عما يعتريه الشاعر من مشاعر حول قريته وطفولته في قريته في فصل الربيع. يعبر الشاعر عن اقتنائه بمنظر الربيع في قريته، ذلك الربيع الذي أوقد فيه شعلة الطفولة فراح يثب ويقفز بين أحضان الطبيعة. في قصيدته هذه يعبر عن مدى حبه لقريته التي لن ينسى هواها ولا ربيعها ومشاهدها الجميلة البديعة التي ظلت عالقة في ذاكرته. الشاعر فوزي العنتيل شاعر مصري معاصر، من أبرز دواوينه عبير الأرض، رحلة في أعماق الكلمات، والنص الذي بين أيدينا فيه ذكر لمظاهر الجمال في القرية التي جعلت الشاعر يتعلق بها ولا ينساها. فقد قال الشاعر: حدقت في الشفق الملون في شفاه الأودية، بين انتفاضات الحقول على حنين الساقية، فأظلني حلم الطبيعة في المروج الساجية، سكب الربيع نداءه المشتاق في أحنائي، فحملت أفراح الطفولة في ذراع العارية، مترنما متوثبا أعدو وراء الرابية. أنا لست أنسى قريتي وهو الربيع يزورها، فتموج فيه حقولها ورخيلها وطيورها، وعلى صياح دجاجها الوثابة تصحو دورها، تستقبل الفجر الجميل وقد أطل ينيرها، وترى الينابيع الشهية حين رق هديرها، وهناك أجنحة النسائم والحنان يثيرها، تطفو على الينبوع كيما تستحم عطورها. حدقت في الشفق الملون في شفاه الأودية، بين انتفاضات الحقول على حنين الساقية. هنا حدقت تعني أمعنت النظر، أما الشفق هو لون الحمرة عند أغروب الشمس، انتفاضات تمايل، حنين صوت الغناء، الساقية هي من تجلب الماء. يرسم هنا الشاعر صورة للربيع في قريته وقت الغروب، فالشمس تعكس حمرتها على مياه الأودية فتزيدها جمالا، وكذلك الأشجار تتمايل كأنها ترقص على غناء الساقية، فيسحرني ذلك المنظر. الصورة الفنية البارزة فيه: حدقت في الشفق الملون في شفاه الأودية، هنا شبه الشاعر وكأن الأودية فتاة ذات حسن وجمال، فشفاهها حمراء من شدة جمالها. أما هنا فقد قال الشاعر: بين انتفاضات الحقول على حنين الساقية. هنا شبه الشاعر وكأن الأشجار إنسان يرقص طربا. أما هنا يستذكر الشاعر أيام طفولته حينما كان يركض بين مروج الطبيعة والحقول الخضراء وهو في مثل هذه الفتاة، فقد قال: فأظلني حلم الطبيعة في المروج الساجية، سكب الربيع نداءه المشتاق في أحنائي، فحملت أفراح الطفولة في ذراع العارية، مترنما متوثبا أعدو وراء الرابية. هنا المروج هي الحقول الخضراء، بينما الساجية تعني الساكنة، سكب صب أحنائي أضلعي، مترنما طربا متوثبا قافزا، بينما كلمة أعدو تعني أركض، وراء تعني خلفه، أما الرابية هو ما ارتفع
على الأرض. وهنا يعبر الشاعر عن مدى فرحه بقدوم الربيع، فحبه يتدفق بين جوانحه ويعيد له ذكريات طفولته حينما كان يلهو ويلعب في الروابي. والروابي هي الأراضي المرتفعة. هنا الصورة الفنية البارزة، شبه الشاعر الربيع وكأنه ماء عذب يصب. أيضا شبه الربيع بإنسان مشتاق. يقول الشاعر فوز العنتيل: أنا لست أنسى قريتي، وهو الربيع يزورها، فتموج فيه حقولها ونخيلها وطيورها، وعلى صياح دجاجها الوثاب تصحو دورها، تستقبل الفجر الجميل وقد أطل ينيرها، وترى الينابيع الشهية حين رق هديرها، وهناك أجنحة النسائم والحنان يثيرها، تطفو على الينبوع كيما تستحم عطورها، كيما تستحم عطورها. تموج تعني تتحرك، بينما الوثاب هو القافز، والوثب هو القفز. أطل تعني جاء، رقة السلاسة والخفة، هديرها صوتها، أجنحة النسائم نسائم الهواء الخفيف العليل. هنا يرسم الشاعر لوحة رائعة وساحرة للربيع في قريته، فقال: الأشجار تهتز فرحا، الطيور تجدو بصوتها العذب، صياح الديك الذي ينذر بقدوم يوم جديد، الينابيع التي يرتفع صوت خريرها، يداعبها نسيم الهواء ويدفعها حاملا معه عبير الزهور. برزت هنا الصورة الفنية، ترى الينابيع الشهية حين رق هديرها، وهناك أجنحة النسائم والحنان يثيرها، تطفو على الينبوع كيما تستحم عطورها. شبه الينابيع بفتاة ذات حسن ورقة، كذلك شبه نسيم الهواء بإنسان يلاعب الينابيع. أيضا شبه الأزهار وكأنها إنسان يستحم بماء النهر. نراجع معاني الكلمات مرة أخرى. حدقت أي أمعنت النظر. الشفق هو لون الحمرة تظهر عند غروب الشمس. انتفاضات كناية عن تمايل زروع الحقول. بينما الساقية هي الفتاة التي تسقي المزروعات. أما المروج فهي المراعي والحقول الخضراء. الساجية الساكنة. سكبة صبة. أحنائية أضلاعي، مترنما متغنيا. أما متواثبا أي كثير القفز، من فعل وثب أي قفز. أعدو تعني أركض أو أجري. أما الرابية هو ما ارتفع من الأرض. تموج تعني تهتز وتضطرب، بينما الوثاب هو كثير القفز، هديرها صوت مائها القوي. أما النسائم هو الهواء اللطيف العليل. لكم حسن استماعكم. كان معكم معلمة اللغة العربية هيا المريضة. دمتم في رعاية الله.